علاش الشباب التونسي هارب من العرس؟ علاش العرس هارب من الشباب التونسي؟ علاش العرس يخوف الشباب التونسي؟ هو الشباب يحب، العرس هو اللي ما يحبش. العرس يحب برشا فلوس، وامها تحب برشا فلوس، وام العروسه تحب برشا فلوس. هذيك علاش ما نشجع حتى واحد باش يعرس من الاخر وعلى الاخر برا، شد حضن امك وشيخ بالك وانت مرتاح من الاخر وعلى الاخر. اما حاجه بركه اذا كان لقيت المراه الطيبه اللي داريك وداريها، هذيك هي بنيه الحلال. راهو العرس ماهوش الطفله باش ترتاح من امها وابوها وتمشي للجنه بحذا راجلها دور وتحوس وتسهر وتشيخ وما تعمل شيء. لا يا مدام، اذا كان ذاك باش تعرسي راهي معانيه انت وراجلك الزوز باش تتحاربوا مع بعضكم. كان فاهمه العرس حاجه اخرى، انك راك باش ترتاح من حسره متاع ابوك وامك، غلط. راك باش تلقي حسره فوا 5 فوا 5. علاش الشباب التونسي ولا هارب من العرس؟ علاش الشباب التونسي هارب من العرس؟ علاش العرس هارب من الشباب التونسي؟ علاش العرس يخوف الشباب التونسي؟ علاش؟ علاش؟ سؤال مهم على الاخر. بالحق الشباب التونسي يحب يعرس، يحب الجو، ويحب شكون يعيط له بابا، ويحب شكون يعيط له ماما، ويحب شكون كي يكبر يلقى شكون يعاونه، يلقى شكون يخدم عليه. ولكن العرس ما يحبش. هو الشباب يحب، العرس هو اللي ما يحبش. كيفاش العرس ما يحبش؟ العرس يحب برشا فلوس، وامها تحب برشا فلوس، وام العروسه تحب برشا فلوس. هذيك علاش الدنيا ما عادش كيما قبل. قبل لك تشوف جي باش يعرس يمشي لبو طفله يقول له اسمعني حاجتي بالهنا وليدي، لا حاجتي للدين روحك انت ولا بنتي الدين روح برا باللي تنجموا باللي تقدروا، مشي وقصدوا ربي على رواحكم مش ربي يهنيكم. ما لقيتش توا باش تاخذ بيتنوم مزيانه بعد 5-6 سنين خوذه، لازم تاخذ توا بيتنوم مزيانه مش باش تقعد 50 سنه. يعني المراه التونسيه تتشرط برش؟ المراه التونسيه ما تشرطش، امها تتشرط وخالتها تتشرط وعمتها تتشرط وبنت عمتها عملت وبنت خالتها عملت، تحب تعمل كيفها. مش هي خاطئه، هي تحب تهني على روحها وتستر روحها وتعرس على روحها، تعمل صغيرات ودويره وجوها به. ولكن الانتوراج نتاعها هو اللي خليه ماكش عامله هذيك، ماكش شاري هذيك، ماكش عامله حمام في طرفين. يا ما احنا لو اللي ثم برشا شباب تونسي عنده امكانيات الماديه باش يتزوج ويعمل دار وعائله ويستقر، ولكن يقول لك انا رافض الفكره التزاوج. علاش الشباب التونسي اللي عنده الفلوس هذيك واش يعمل بيه العرس؟ يمشي حاوس على روحه شيخ، يتفرهد، يمشي يسهر، يمشي يسافر، يمشي يشوف الدنيا، ومن بعد يكب على راسه وبعد 30-40 سنة يمشي عرس على روحه. فما ناس تحب تطبق امر ربي سبحانه وتعالى وتحب تمشي للطريق المستقيم وتحب معناتها تصلي على روحها وتحب امر ربي. اش معناها امر ربي؟ معناها تحب تطبق امر ربي. قل لقد خلقناكم ازواجا ولا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وربي سبحانه وتعالى خلقنا الناس باش نتعرفوا على بعضنا وباش يكون بيناتنا ذريه وباش يكون بيناتنا حاجه مزيانه. المشكله مش غاديك اللي لابس عليه، فما ناس لابس عليهم فيهم الدين، يحب يعمل صغار ويعمل عيله ويعمل معناتها حاجه باه ليه والفاميلته. فما شكون اللي ما فيهوش الدين يحب يشيخ على روحه ويتفرد، وفما شكون اللي هي الطفله اللي بخدمتها وبجوها وبامورها حب تاخو هذيك جوست تيتر هاني معرسه تجيب صغير ومن بعد الى اللقاء. تحكم عليه خويا هي اللي تحكم عليه، لا يحكم عليه للقاضي لا شيء. تحكم عليه هي بنفقه ترى قداش من كذا، تحكم عليه بمؤخر زواج 200 مليون و 300 مليون وهي كي تخزر لها الله اعلم شنو هي حكايتها. تحكم عليه خويا بخدمتك قداش يخدم هذا، معناها قداش النفقه تبدا تحسب هكا. ذي يخدم في ترافين معناه النفقه تجيني كذا، معناه يكري لي دار كذا صغير زوز جونا به. هذيك شنو هي التخميم اللي ولا يخوف الشباب؟ الراجل يقول لك خويا انا خويا ديهم على جبل بقدومه، شنو هي خويا انا عرس بعد شتر شهرية تاخذها المراه، يعني شيخ بشهريتي عامل جو خير. وحتى كان يعرس بشهرية تاخذها الكل المراه وزيد مش حاب. الله اعلم شنو تحب ادخلي في مخ انت المراه، نحب ندخل في مخك انت، نحب نعرف شنو عندكم في مخك. الله اعلم في مخها حاجه الله مش شنو، يلزمك تعدي وكها. عادات وتقاليد الشعب التونسي ما تراش اللي ثم برشا عادات وتقاليد باليه جا الوقت باش تتبدل. عادات وتقاليد الشعب التونسي محلاه، يعرس يهز العقير، يهز يعاون المراه، يجيب لها علوش، يجيب لها طرف خضره يعاونها، تجيري لها طرف مكياج، طرف امور، يعرسوا بنسيب الكتب والى اللقاء. بوها وامها يجيبوا فريجيدير تلفزه اي حاجه يعاونوا بها، هو ابوه وامه يكروا له الصاله منها مغادي يركح امور ويعرس. يعرسوا بنسيب الكتب
علاش انت 50 مليون تمشي تكري من على شنو؟ انا عندي صاحبي نحب نوجه له تحيه، عرس خويا جيب صابر الربيعي وجيب لطفي بوشنيق وجيب شمس الدين باش وجيب ألفة مش عارف شكون وجيب زياد غرس، هذوما زوز مش نكذب عليك لو بالرسمي تاع عندي الفيديو محمد تيسير نادي تطلقوه، جيبهم الخمسه العرس بدا 9 نتاع ليل وفي ما 3 نتاع الصباح، صابر الربيعي تخلى هو ليكيب نتاعو ماضي ساعه ونص، شنو نحكي لك علي هذوما كل خويا متوفر وعرس ويرحم والديه. فما شكون يقول لك فرحة العمر وما نحبش تتعدى كيكة والعائلة تحبني نعمل عرس كبير 7 أيام وسبع ليالي. هي فرحة العمر عندك أنت فرحة العمر وينه؟ ما فما شيء شحبح تو كي تخلت باش تخلت من شهرية تفضل منها تعرف تسمى فضيت تو شهرية قبل ما تجي لو 20 تاخو مصروف نتاع لو 5 ولو 5 تاخو مصروف إلى اللقاء. هاو صديقي عنده عمل فنانين وعرس وشيخ على روحه وعامل دويرة وأمور واضحة. نعرف عبيد لاباس عليها خويا عرست ما عندوش لا كوجينه كامله لا صاله كامله لا بيت نوم كامله شيء بشوي بشوي وكتو شيخ. العبيد ما تحبش تبدا بالسياسه ما تحبش تبدا بشوي تحب تبدا ديريكت كل شيء. نحب 5000 من على شنو ونحب من على شنو هذوكم من على شنو شنو نحيهم. اذا كان انت تحب الشخص هذاك تو يجي ينوب عليه ربي يوفرهم ووفرهم زيادة تصبر معاه. من تجربتك الخاصه تقول تشجع الشباب على العرس ولا من تجربتي الخاصة ما نشجع حتى واحد باش يعرس من الاخر وعلى الاخر برا شد حضن امك وشيخ بالك وانت مرتاح من الاخر وعلى الاخر. اما حاجة بركة اذا كان لقيت المرأة الطيبة اللي داريك وداريها هذيك هي بنية الحلال تجيش تقول لك خوي ذهب ودنيا قضية ذهب 4-5 ملايين 6 ملايين ايش اخوي نمشوا البركة اعطيني 30 ألف تاخذ طرف كذا بلاكيور تروح لامها تقول لها راهو شري لي ب 10 ملايين ذهب هاي شنو اخر ناقص كذا ما تقولش لدارنا كذا. درشت انا برشا مبالغه في كلامك مش العائلات الكل تتشرط ومش العائلات الكل تحب معناتها ذهب برشا. العائلات الكل تحب الفلوس فما عائله ما تحبش الفلوس لا ودي ياها وما يجاوبوني في الكومنتات تحبوا الفلوس ولا لا فما عائلات تحب على هنا يا بنتي توين لهنا وين يبيعوا فيه قال لك لهنا يا بنتي كيما قلت لك اللي فيها الدين هو فيه الدين ومن بعد تولي حكايه فلوس ويتعاركوا وترسينا في حال ورب من الاول الباز لوناني من الاول كان هو عنده ومقدور ما فيها باس يفرهد مرايته ما عندوش تصبر معاه يجي نهار يتفرهدوا ما تفرهدوش. نحب جست كلمه بركه نحب نوصلها الكلمه ذي بالله يوصلوا لي صوتي كما يقول فيها الراجل راهو العرس ماهوش الطفله باش ترتاح من امها وابوها وتمشي للجنه بحذا راجلها تدور وتحوس وتسهر وتشيخ وما تعمل شيء. لا يا مدام اذا كان ذاك باش تعرسي راهي معانيه انت وراجلك الزوز باش تتحاربوا مع بعضكم كان هو يحارب في الدنيا وحده وانت تحاربي في الدنيا وحدك الزوز تو باش تحاربوا مع بعضكم الدنيا باش تتحصلوا على كالصغيرات وتربيهم وتقريهم وهما بيدهم يجيبوا صغيرات. كان فاهمه ان العرس حاجه اخرى انك راك باش ترتاح من الحسره نتاع ابوك وامك غلط راك باش تلقي حسره فوا 5 اولا وثانيا راهو العرس ريت كاس الماء كان يا دي انا مسؤول العرس ريت كاس الماء كان ما تهزوش هي من فوق الطاوله ما يهزو حد ولاده ما يهزوش وراجلها ما يهزوش كان ما تغسلش هي وما تنظفش ما يهز حد. صحيح يجي نهار يعاونها تبدا تعبه ما فيها باس اما راهو هذيك المونتاليتي احنا توينس هكيك عاده تقاليد هي لازمها تقوم بالحاجات اللي تنجم تعاملهم وهو في حد ذاته يوفر لها اخويا اللي يقدر زيد شنو تحك راسك برا امشي شوف تلزم 100 ألف تروح الى اللقاء دنيا غلط تو باش تمشي تهزهم براس امك فين باش تهز فين باش تهزهم انت تو سيف وقايله 3000 قاعدين مطيشين كلهم عرايا في الصال فين باش تهز تخرجهم شويه لبرا يلزم كربك اللي ما تزيد باش تهزهم للبحر قبل ما تهزهم للبحر. فماش مواي دو ترونسبور ينجح في تونس فما خويا عندنا كالترين وهذاك عملوه جديد محليه كلاس بارد واموره واضحه يهزنا خويا جونا به امانه حاب نفسر لك اذا كان باش تهز صغارك يتفردوا راهو لازمك برشا فلوس واذا كان باش تتفرهد راكي باش تروح باش تخلصهم من برشا فلوس سواء باش تهزهم لوتيل راك باش ترجع من لوتيل باش تخلص التقسيط سواء باش تهزهم انت البحر ولا غيره راك باش تخلص التقسيط. شنو هو حاجتنا شويه صبر المراه تصبر مع راجلها والراجل يحسبها مهبوله من الاخر وعلى الاخر
دخل منا ويخرج منا عليه، ريتها تو تعيط وتصيح وانتي وميك شو كذا وبيك وعلي، بعد درجين تقول لك محليك وطيب لك حويجه مزينه وجوك مزاجيه مزاجيه. دونك انت في وقتها ما تفورش مرأة كائن مزاجي صحيح، ما تفورش معاها، ريت هي فارت تو ما تفورش معاها، خليها تفور في عقلها ومن بعد قولها بلي عاملينها قهوه مزينه من يديتك الحلو تو تعمل لك عز قهوه. والى اللقاء يا نون. من الاخر اصبروا مع بعضكم، اصبروا مع بعضكم وتعاركوا مع بعضكم للحياه. هنا راهو ميكرو تروار نحبش نتكلم فيها، ما انتوما تكلمت خاطر الموضوع هذا مهم على الاخر. وعليش خاطر العبيد في بالها الطفله باش تتهنى وتفلوا القيل وكال من الاخر وعلى الاخر، راهو العرس حاجه اخرى، العرس الزوز من الناس باش يتحاربوا مع بعضهم باش يوصلوا النتيجه والثمره كصغيرات. ان شاء الله ربي يوفقنا، وبرشا بوسيت للمراه التونسيه والرجل التونسي.